السلام ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومشاهدات قناة خليل السويسي مدرب حراس المرمى. كما طلبتم مني في التعاليق نتكلم على كرة القدم الحديثة، نتعرف على المستجدات ديالها ومتطلبات التصور والأفكار، ونتعرف حتى على الطرق العلمية للتدريب. من خلال هذا التقديم هذا يعني وأيضا غادي نحاول نعمل واحد السلسلة ديال الحلقات اللي من خلالها غادي نعرفوا الطرق الصحيحة او طرق الاشتغال ديال المدربين في الفوتبول المودرن، وايضا غادي نتعرفوا كيفاش تيشتغل اشنو ولا الدور ديال المدرب الحراس في الاشتغال ضمن واحد المنظومه او طريقه عمل ديال المدرب ديال المدربين. الدرس الاول ان شاء الله غادي نتكلموا منه اللي غادي يقدموا لنا سي هشام الطباوي هو الجو دو بوزيسيون. اليكم سي هشام الطباوي. دابا اخوان السلام عليكم، جد سعيد بالتواجد معكم على قناه خليل السويسي. ان شاء الله اليوم غادي نتحدثوا على واحد الموضوع مهم في كره القدم الحديثه، غادي نتحدثوا على لو جو دو بوزيسيون. لو جو دو بوزيسيون، فهاد لو جو دو بوزيسيون كنتكلموا على واحد الفلسفه ديال اللاعب لي الهدف الرئيسي منها نقدروا ثلاثه المحاور او لا اربعه ديال المحاور. دونك بالنسبه للمحور الاول الرئيسي هو انه هاد جو دو بوزيسيون تساعدنا اننا نخدمو دون ان ستيل دونترينمون كاع لي زاسبي اللي تحتاج كره القدم. دونك نخدمو تكنيك تكتيك فيزيك ou bien psychologique. Donc, un style d'entraînement, donc les techniques, les composantes, comme le dit le football, on peut les faire, on peut les développer. L'objectif technique ici, c'est qu'il faut que les joueurs de la ligue dans le terrain, ou que nous on maîtrise les espaces du jeu grâce au positionnement des joueurs. يعني أن الطموحات ديال اللاعبين زيادة علاش باش نخلقوا واحد لا سوبيريوريتي نيميريك. دونك نهضروا على البوزيسيونمون دي جوار دونك كيفاش البوزيسيونمون دي جوار. دونك أول حالة كيتاتي قلنا تنوصلوا لواحد لا سوبيريوريتي نيميريك. اخوان مثلا تحدثوا على لا سوبيريوريتي نيميريك وتنهضروا على واحد الكثافة عددية اللي كنحاولوا اننا نلقاوها في اي موضع كرة القدم، كنقولوا في اي موضع في الملعب. كنقولوا بان لو فوتبول مودرن دونك بالنسبة لو جو بوزيسيون بلا واحد لا ديفينيسيون ديالو انه كنخدموا ان ستيل دو جو كنخدموا بيه كاع لي كومبوزونت اللي تحدثنا عليه كامل. تحدثنا انه ان غراس بوزيسيونمون كنقولوا بفضل انه الموضوعات ديال اللاعبين يمكننا نتحكموا في المساحات ديال الملعب. وثالث حاجه باش نفرقوا واحد لا سيكوريتي نيميريك او كثافه عدديه في اي منطقه ديال اللاعب داخل الملعب. دونك هنايا كتبان الامور انها باينه، ولكن تبقى واحد العامل رئيسي في هذا لو جو دو بوزيسيون كذلك انه عنده ديزيسباس ديال لو جو. دونك هذا لو جو دو بوزيسيون كتعريف ديالو، ولكن في الملعب كاينين ديزيسباس دو جو. اخوان وهذا لي سباس دو جو هما اللي غادي نحاول الان ان شاء الله نطبق عليهم ونفصلوهم. دونك الى كنا نتحدثوا على لي سباس دو جو، دونك لو جو دو بوزيسيون، دونك في هذه الفيلوزوفي ديال لو جو دو بوزيسيون، دونك غادي نبداو باش تسهل علينا العمليه. كيصح لنا بان كرة القدم الحديثة الان الى بغينا نشوفوا الكرة دونك تكون مثلا يا اما في كورة هذا هو يا تقدر تكون هذا البالون يا اما في كورة غوش يا اما تكون في لاطروات. دونك ديما تتكون في واحد لازون، وما تنكونوش في هاد لازون ديما 11 كونتر 11 ولا مثلا 8 في 8 دونك هاهم. دونك هنا كتلقى لنا واحد سباس ديما 4 كونتر 3 3 كونتر 2 5 كونتر 4 يعني 6 كونتر 4. دونك هنايا فين تنوصلوا لهذاك لو جو دو بوزيسيون اللي تنبغيو منه كي تنقولوا واحد السيطرة لا على مساحة اللاعب، ولا كذلك باش نوصلوا انه شنو هو الاوبجيكتيف في الاخر باش نوصلوا لا ميتيز ديال لو ماتش. دابا باش نوصلوا في الاخر لا ثانا ميتيز ديال لو ماتش خصنا نعرفوا بعدا لي زيسباس هما اللي بغينا. دونك الى بغينا نجيبوا لي زيسباس كيفاش تكون نشرحوها غادي نحطوا
واحد دونغلو واحد كومبوزون ولا نوع سيستيم دو جو مثلا دو 4-3-3 دونك فيه مثلا لي 4 ديفونسور في مثلا لي 3 ميليو دو تيران وفي لي 3 زاتا دونك ويلا تحتو على هاد الكومبوزون هذا système de 4-3-3. Bon, بالنسبه لينا les espaces de jeu, كاينين 4 les espaces de jeu. L'espace l'oulani qui est espace de jeu effectif. Donc, باش نعرف l'espace ديال le jeu effectif l'oulani. Donc, هو هذا الاسباس هذا كله. Donc, نقول مثلا بالون عند الرياضه. هذه هي بالون عند الرياضه. Donc l'espace le plus grand à l'arrière droit, donc à l'espace à laquelle. Donc après, qui était là, donc là, on a donné le help, donc on a dit que c'est un espace de jeu effectif. Donc fait effectif pour faire la zone. Quel le deuxième espace, ou l'espace d'intervention. خويا نتكلمو على ليسباس دانتيرفونسيون دونك هو انه فين تيكون ليكيب ادفيرسار دونك فين تيجيو ليزادفيرسار لي ديفونسور دونك انه هاد ليسباس دانتيرفونسيون نقدرو نحددوه مثلا في هاد الاحمر في هاد ليسباس هاد الكرة مثلا عند لاريير دوا ديال ليكيب دونك جاي مثلا ليكيب ادفيرس جاي مثلا هنا جاي معتذر مثلا لي غوش فرنسيز جاي في ميليو تيران انا طاكون دونك هنايا هاد ليسباس هذا هو غادي نديرو بالاحمر دونك هذا كيتسمى ليسباس دانتيرفونسيون دونك هنا فين تيتواجد ليكيب ادفيرس ندوزو الحاجة الثالثة هو ليسباس ديد ميتيو دونك بغيت نتكلمو على ليسباس ديد ميتيو دونك مثلا تحسو على هاد ليسباس هذا ديال ديد ميتيو تتحسو على لي جوار لي تيكونو بروش دو بالون عندنا حنا مثلا لو جوار عند هذا عند البالون دونك هنايا هاد ليسباس هذا اللي فيه هذا بلوس هاد لو جوار اللي مثلا قدامو في الباندا بلوس هاد لو جوار دونك هنا دونك هنا نقدرو نقولو ليسباس يعني ها رياضة هو خارج عندو مثلا لو كاتر لو ديفونسور كوتر هو بغا يلعب دونك مثلا لو سانك هنا بغا يلعب دونك نقدرو نشوف هاد ليسباس حتى لهنا دونك هذا كله هذا تيتسمى ليسباس ديال ميتيو يعني العباد اللي تيكونوا بروش دو بالون و تيكونوا قراب من البورتو دي بالون دونك هما اللي تيكونوا هاد ليسباس ديال ميتيو و تيبقى لنا لو كاتريام اسباس ضروري تيتسمى ليسباس دو كوبيراسيون بغينا نتحدثوا الاخوان على ليسباس دو كوبيراسيون هو هاد ليسباس هذا اللي هنا اللي فيه كي تنقولوا لي جوار اوبوزي او بيان اون ليبر كي تسمي اون ليبر دونك هنا يا مان وهذا هو اسباس دو كوبيراسيون دونك لاحظوا الاخوان ان هنا كاين فرق نعرفوا بلي زابيراسيون ديال لي اسباس اهم حاجه في هذا الجو دو بوزيسيون هو انه نعرفوا لي اسباس فين كاين لي بالون ونعرفوا لابيراسيون ديال لي زون دونك هنايا بان لي اسباس دو جو ايفيكتيف هو لي اسباس ايفيكتيف كامل لي اسباس دانتيرفونسيون اللي تحدثنا فيه هو اللي تيكون فيه ليكيب ادفيرس بروش qui j'ai une équipe adverse et là il y a des espaces d'intervention ou l'espace de mutuel où il y a le joueur qui vient de l'équipe qui vient de l'équipe proche le porteur qui vient du ballon qui joue à l'autre ou il y a l'espace de coopération donc là il y a l'espace de maintenir tout est fait maintenant un ailier ou bien un arrière gauche on a fait des trucs à l'espace donc on va dire les espaces دونك اهم حاجه غندوزو الاخوان دابا ان شاء الله من ورا هاد ليزيسباس ديال لو جو غادي ندوزو كيفاش هاد لو جو دو بوزيسيون يمكن لينا نفعلوه عن طريق التدريب ولا مثلا في ان ميثود دونترينمون الاخوان الاخوان نرجعو للموضوع ديالنا ديال لو جو دو بوزيسيون غادي نحاولو نتكلمو على نديرو ان اكزرسيس سبيسيفيك باش من وقتها نعاودو نشرحو هاد لا ميثود ولا الفلسفه ديال طريقه اللعب تسمى لو جو دو بوزيسيون دونك في تعرفو جميعنا كاينين بزاف ديال ليزيكزرسيس سبيسيفيك دونك على حسب الفكر ديال المدرب على حسب السيستيم ديال الجو ديالو دونك بزاف تختلف ولكن الاكزرسيس اليوم غادي يختار ان شاء الله ان اكزرسيس ديال 7 كونتر 7 بلس 3 دون ان سيستيم دو جو دو 4-3-3 دونك فيفاش ان سيستيم دو 4-3-3
دونك اول حاجه تنخدموا الكاري غادي نخدموا هنايا غادي نديروا فيه 44 متر هنايا في الطول وغادي تكون فيه 12 متر في العرض 44 دونك تنقسموها على جوج دونك 24 عاود خليها رجوع الموضوع ديالنا دونك بالنسبه لجوج بوزيسيون ما كاين بزاف ديال ليكزارسيس سبيسيفيك ولكن تختلف من ان سيستيم ديال لو جو تختلف من الفلسفه ديال اي مدرب والنظره ديالو والرؤيه كي تيشوف دونك بالنسبه لليكزارسيس اخترت اليوم سبيسيفيك ان ليكزارسيس دو 7 كونتر 7 بلس 3 دونك ولكن دون ان سيستيم دو جو دو 4-3-3 دونك هنايا هاد لي جو بوزيسيون دونك انا ندير واحد 44 متر في الطول دونك ان كاري وهنايا 24 متر في العرض هكا تنقسمها دونك هنايا 12 متر تنحط ان ديفونسور دونك مثلا النيميرو 4 باش نديرو الارقام وتوضح لنا كيفاش طريقة العمل دونك هنا لو 5 لو 3 دونك هنايا 22 تقسم 3 دونك هنايا تيكون لو 2 هنا لو 7 لو 11 الجور اللي في كوتي غوش انا تقوم دون بوانت دونك كيما لاحظتو دونك البوزيسيون ديالنا في ان سيستيم دو جو دو 4-3-3 4 لو 5 لو 2 لو 3 لو 11 لو 3 بزاف اقل بقاونا لي 3 ميليو تيران دونك ملي كنحاولو ندخلو هنا كنديرو ان ميليو تيران لو 6 لي تيكون في وسط الكاري ولكن في بوزيسيون ديالو ديال لو ماتش لو 8 مثلا لي تيكون كوتي دروا و لو 10 لي تيكون لو كوتي غوش ثم تمحطو هما وصلنا في الاخر كي تنقولو الوقفه ديالنا النهائيه ديال الكيب ديال لو 11 دونك اش تيخصها لو سيستيم دونك 7 ديفونسور دونك تيكونو 6 اخرين مثلا 7 ديال لي جوار كي ديفونديو دونك هي اللي تعطينا انه تلعبو شنو هو لوبجيكتيف من هذا الاكزرسيس دونك الا جينا نلاحظوا شنو هو لوبجيكتيف من الاكزرسيس اول حاجه لوبجيكتيف منه هو لا كونستركسيون دي لا لين داريير يعني كيفاش نكونستروي لو جو ونبنيو نلعبوا الكره من هاد لا لين هذا ديال لا لين دونك من هاد لا لين سوف تكون واحد لاغولاسيون مع ميليو تيران ولا مع بليس دونك هذا هو لوبجيكتيف الاول دونك هنايا هو لا كونستركسيون pour la construction du jeu. L'objectif est l'intégration du joueur excentré. Et les joueurs originaux qui vont mettre l'arrière droit, l'arrière gauche, etc. Donc, il y a un petit vache excentré du joueur qui est à l'extérieur. C'est l'objectif 2. L'objectif 3, vous dites la connexion, vous dites pas la communication, parce qu'on se trouve le positionnement réel, vous leur dites atteindre la maîtrise du jeu. Donc, il y a une vague de la situation qui est un chauffe-eau, qui est 7 contre 7, plus 3, les 3, les joueurs, les intellectuels, les joueurs de 3, alors on met le 6 et le 8, le 10. Donc, une fois que vous avez un des joueurs, alors on met ça. تيحاول يلعبوا مع لو 6 لو 8 لو 10 البوزيسيونمون دونك هذاك الشيء كيف كتكون في الماتش دونك الا قدرنا نقولوا سيت ان فورم جوي ديال 11 ولكن بهذه الطريقه تنبغوا منهم في لا بروغريسيون وتنبغيو واحد لوبجيكتيف من هذا الاكزرسيس اللي هو لا كونستريكسيون ديال لا لين دو لاريير الكونيكسيون كيفاش هذيك الوقته ديالنا وبوزيسيونمون ديال الجوار ثالث حاجه كيفاش نانتيغريو هذوك الجوار الاكستيريور والسان ديال لو جو دونك هذه بالنسبه للنقطه ديال 7 كونتر 7 يمكن نخدموها هكا 7 كونتر 7 دونك في ميزير طون شونجيو هاد السبعة ديال لي جوار تيخرجو تاني برا وسبعة اخرين يدخلو تيبقاو هادو سيس و ويت و ديس شونجيوهم تتبقى ديما في لو سات كونتر سات في ستوغ وكاينة لا فاريونت ديالها اللي يمكننا نخدمو بها هي لا ترونزيسيون يعني داخل واخا باش نهضر على اليوم في الدرس ديال لو جو بوزيسيون يعني مثلا انهم هاد لو سات تيلعبو لقيت راه ضاعت الكرة وهاد مثلا هاد ليكيب ادفيرس تدافع انها حاولت انها تكيبي هاد البالون دونك هي تخرج وتيدخلوا هاد السبعه وفي نفس الوقت غادي نكونوا تيخرجوا هاد السبعه ثاني على برا ويدخلوا هاد السبعه داخل باش يحاولوا يكيبي لو بالون دونك من هنا الفاريون تنقلبوا ثاني مثلا على ترونزيسيون ولكن نبقاو في الصوت ديال الموضوع اللي هو لو جو دو بوزيسيون شنو هو لوبجيكتيف منه دونك خدمنا في الاول الاكزرسيس الاول شرحنا دونك غادي ندوزو الاكزرسيس نيمورو 2 دونك نفس انه نفس الكاري نفس الاسباس انه ديما 44 الى 22 دونك ديما البوزيسيون ديالنا لو 4 اي لو 5 دونك انا طابون اش غادي لو 6 بليس لو 8
بليس لو 10 دونك هنايا غادي ندوزو واحد لوبجيكتيف اخر من بعد بانه كان عندك واحد لي زوبجيكتيف بومي اكزرسيس غادي ندوزو لوبجيكتيف الثاني في هذا الاكزرسيس هو انه كيفاش انه كومبروندر او نفهمو هذوك لو بوزيسيونمون ديال لي جوور لي ستركتور ديال لو جو بو كونستروي لاطاك دونك بغينا نبنيو العمليات الهجوميه دونك كيفاش منها تنستعملو لوتيليزاسيون ديال لو تروازيام اون تسمى تروازيام اون او بيان لون ليبر دونك في هاد الحاله قبيله ما كنا خدمنا في جوور اكسونتري دابا غادي نخليو لو جوور اريال بوش في الباندا كلها دونك هادي سيت ان سيكونس دو جو تجي في سان ديال الماتش دونك تنديرو اريا دروا تنخليو ليها هاد الباندا كامله دونك هنا شكون اللي تيدخل تيدخل لو 7 هاد الاسباس دونك تيدخل لو 11 هاد الاسباس دونك تنبقاو ديما لو 7 كونتر 7 ديما تنبقاو حتى النهاية الميم اكزرسيس غير قبيله الاكزرسيس كي قلنا انه دي زوبجيكتيف وهذا لوبجيكتيف اللي منه هو كيفاش انه نكونستري دي زاتاك كيفاش انه نخلقو لون ليبر سوا هاد ليسباس وهاد ليسباس كيفاش انه ممكن نخلقو لا توازيام سوليسيون ولا توازيام اون افيك ان جوار اللي تيدخل لونز لو سيت باش يلعب لو جو دو فاس نكريو لي زيسباس دونك هذا سي ان اوبجيكتيف دونك لو ميم اكزرسيس 7 كونتر 7 بلس 3 دونك هادو 3 ما كيتشونجوش ديما بغيتي يكونو اون تريانغول ديال التيران دونك هما جوج دي زيكزيسيس دو ديفيرون اكزيسيس دو زيكزيسيس ديال لا بروغرسيون منهم الهدف منهم هو لا كونسيرفاسيون ديال لا بال الهدف منهم هو هذيك لا كومينيكاسيون والبوزيسيون ديال الجمهور علاش باش قلنا في الاخر اشنا هو لا فان اوبجيكتيف باش نميتريزيو ليسباس ديال لو جو كونسو لا ميتريز ديال لي ماتش بصفه نهائيه في تمام الاخوان المسكين بالهم وصلنا لكتنبولو نحسو بالنسبه لهاد لو جو دو بوزيسيون دونك شنو هما شي شي الجمهورية ديال اللاعبين لانه سيتي فيلوزوفي وميثود اللي ماشي سهله اش تبغي دونك هنايا ترجعو تتحينا لي مويان كونيتيف كتنبولو نتحدثو الاخوان على لي مويان كونيتيف او هادوك الحواس المعرفية أو الإدراكية مرحبا لي مويان كونيتيف دونك سي سي لو فوتبول مودرن علاش لأن هاد لي مويان كونيتيف سون أو سيرفيس ديال لا تاكتيك دونك إلا بغيت نوصل لواحد النيفو واحد دي التفكير كومبخوندغ لو جو لانتيليجونس ديال لو جو كيفاش انه نقرا اللعب دونك لا ليكتور ديال لو جو لا فيزيون لا بيرسيبسيون كاين بزاف ديال العوامل داخلين في هذه الميه كونيتيف اللي هما الديفلوبمون ديالهم والتطوير ديالهم فهو التطوير كنوصلوا لواحد المستوى ديال لاكتيك الا كنتحدثوا مثلا على لا كورديناسيون كنتحدثوا على لا كورديناسيون سي ان فاكتور كنقولوا فوندامونتال هو رئيسي باش نوصلوا لا تكنيك دونك عامل ديال لا كورديناسيون يدينا اوتوماتيكمون لا تكنيك دونك بالنسبة لي مويان كوغنيتيف الحواس الإدراكية كيتحدثنا على هاديك لا فيزيون الرؤية لا فيزيون بيريفيريك مثلا ديك الرؤية المحيطية كاينين دي زيكزيسيس كذلك سبيسيفيك باش يبدا نخدموهم لانتيليجونس ديال لو جو لا ليكتير ديال لو جو كيفاش ناخد هاديك نقرا هاديك لا سيتياسيون ريكونيتر لي سيتياسيون ديال لو جو كيفاش انه مثلا هاد البروبليم بغيت توقع لي كيبوق عليا انه ديك الشوفة الهزة ديال الراس دونك بغيت بزاف نحاول نطوروهم باش تسهل علينا في العمليه ديال لاطاكتيك دونك اخوان مشكورين تنتمنوا ان شاء الله في حلقه اخرى ان نزيدوا معلومات اخرى في انتظار كذلك كي تنقولوا تعليقات ديالكم اراء ديالكم وكذلك نتبادلوا هنا معارف وشكرا جزيلا ومن خلال هذا الدرس اللي قدمنا سي هشام غادي نحاولوا نتحدثوا على الدور ديال حارس المرمى في هذا التوجه هذا بالخصوص غادي نحاول نتكلموا على المسائل الايجابيه اللي خص الحارس يكون تيتوفر عليها في هذا الجو دو بوزيسيون اول حاجه اللي خص يكون تيتوفر عليها الحارس هي اللاعب بكلتا القدمين يعني فاش نتكلموا على اللاعب بكلتا القدمين اول حاجه اللي غادي نتكلموا عليها ان حارس المرمى كتساعدو على توجيه الجسد ديالو للجهه الثانيه يعني كنطبقوا على الجهه اليسرى
خص يكون عنده واحد لورينتاسيون ديال لوكور اللي كتساعدو باش يحاول يخرج من الكره المنطقه اللي كيكون فيها الضغط او الكثافه العدديه، يخرج هذا المنطقه اللي غادي يكون فيها الاقل عدد. هنا غادي نحاول نشرح على الصبوره، يعني حارس المرمى الموضوع الصحيح ديالو من هنايا. هنا نعتبر بان كاين الكره في اليسار ديالو او كاين اللاعب هنايا، فاش تخرج الكره تترجع عند الحارس، هنا كنطلبوا منه هذيك لورينتاسيون ديال لوكور، يعني غادي تكون الكثافه العدديه هنايا غادي يكون اكثر من لاعب، ربما غادي يكونوا اكثر ثلاثه او اربعه لاعبين مقابل اثنين. هنا تنطلبوا من الحارس يحاول يبدل التوجيه ديال البالون للجهه الاخرى، والعكس صحيح. كاينه مساله اخرى اللي كنطلبوا منه، انه في حاله كانت الكره عنده هنايا وكان البلوك ديال الادفيرسير متقدم للامام، تنطلبوا منه انه يخرج الكره يلعبها طويله الجانب الملعب او الجانب الاخر للخصم. المسألة الثانية اللي غادي نتكلم عليها في هذا الجو دو بوزيسيون هي الحضور الذهني. هنا الحضور الذهني هو الفارق عند جميع اللاعبين، يعني هنا هو اللي تيخلي الحارس تيقدم مستوى طيب. علاش؟ فاش الحضور الذهني يعني كتكون عنده واحد القراءة صحيحة للملعب، لأن فاش يكون الحارس ذهنيا حاضر أول حاجة كتكون عنده ديك الشوفة، تيكون متحكم في رقعة الملعب، يعني خدام في واحد الجهة، ولكن العقل ديالو بأن عارف، يعني كيما نقولوا حنا أنه عارف التيران شكون اللي متوضع الكرة بالشكل الصحيح. هنا مطلوب من الحارس جوج الحوايج، أول حاجة اللي مطلوبة منه هو رد الفعل فاش تكون عنده الكرة، يا إما في دوك لي غولونس أو بيان لي غولونس ألمان. كاينه مسألة أخرى اللي غادي نتحدث عليها في هاد المنظومة هذه أو طريقة اللاعب اللي تحدث عليها سي هشام، هي توجيه اللاعبين. هنا فاش نذكرو توجيه اللاعبين، هنا الحارس تيبقى عنده الدور كبير خصوصا في التحكم في هذيك الخط الدفاعي. فاش نقولو توجيه اللاعبين يعني تكون عند واحد الكومينيكاسيون اللي كتكون خاصها تكون بوزيتيف، كومينيكاسيون اللي كتكون هادفة، كومينيكاسيون اللي ما كتخليش اللاعب اللي قدامه انه كيشعر بانه الخوف او كتخليه بانه تيفقد الاعصاب ديالو. هذه الكومينيكاسيون اللي كتخلي اللاعب ديما تيحس بان واحد الحارس المرمى راه تيقدم ليه الدعم النفسي. مساله اخرى اللي غادي نحاول نطرق ليها هي فاش نهضر على 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 التموضع ديال الحارس. هنا تيبقى التموضع على حسب الكره، اذا كانت الكره قريبه للمرمى راه الحارس تيكون تقريبا في 5 متر ديالو او ما شابه. ما حد الكره غاديه وتتخرج عندنا حنا من 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 من, من الكاري ديالنا وغادي تتقدم، الا تيكون التموضع ديالو. علاش؟ لان هنا تيولي الحارس يقدر يولي هو اللاعب الاخير اللي كيبني هذيك الهجمه، مع تبنى الهجمه من عنده، خصوصا اذا كان التموضع ديال الادفيرسير من وراء لاني ميديان. كاينه مساله اخرى هنا كنطلبوا منه انه الى تلعب شي كره في الظهر ديال الخط الدفاعي، راه في الحارس تيولي هو اللاعب رقم 5. وفي الاخير كنوجه رساله للاخوان اللي طلبوا منا قدموا مثال الدروس. ان شاء الله كنوعدكم مع السي هشام الطنووي في دروس ان شاء الله اللي غادي تكون عندها فائده، تعمد الفائده على الجمهور وعلى الرياضيين بصفه عامه. خالد السويسي كيتمنى لكم مشاهده طيبه، وكنتسين منكم الاراء ديالكم، كنتسين التعليق ديالكم، وكنتسين استفسارات اخرين واي تساؤل ولا اي حاجه بغيتوا تعرفوها خصوصا في هذا الدرس هذا، راه الباب مفتوح لا ليا ولا لسي هشام. شكرا جزيلا لكم، الى اللقاء في الدرس القادم.